السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في التحليل الأسبوعي للسوق السعودي للأسبوع القادم إن شاء الله. مع حضراتكم أحمد أسامة من أكاديمية بي برو تريدر. كل سنة وأنتم طيبين في البداية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. في البداية حابب أجاوب على شوية أسئلة جات لنا الفترة اللي فاتت قبل ما نبتدي نتكلم عن أفضل الأسهم اللي موجودة معانا خلال تداولات الأسبوع الحالي. أول سؤال هنتكلم عليه، يا ترى أخرج من السوق قبل اجازه عيد الاضحى ولا لا؟ اولا السوق بشكل عام في الوقت الحالي او في الفتره الحاليه زي ما شايفين خلال تداولات شهر 7 كان متذبذب بشكل كبير، كان واخد نوعا ما رينج عرضي، شفنا ريتست هابط كبير جدا ثم بدايه الصعود مره اخرى واختراق رينج التداول العرضي اللي كنا موجودين فيه خلال الفتره الاخيره، فنوعا ما احنا كنا بنوصي بعدم التواجد في السوق بصوره كبيره خلال الفتره الاخيره. لكن هل نخرج قبل العيد ولا لا؟ الواضح حتى الان ان السيوله عندنا قليله جدا بشكل كبير جدا، فاجابه السؤال حاول على الاقل ان انت ما يكونش معاك مراكز كبيره مفتوحه قبل اجازه عيد الاضحى، يعني مش شرط انك تقفل او تبيع كل الاسهم اللي معاك، لكن على الاقل تخفف الكميات اللي موجوده معاك بشكل كبير لنص الكميه مثلا، فبالتالي ما يكونش في مخاطره لو حصل تحركات كبيره مع الافتتاحات بعد الاجازه ان شاء الله. فده اول سؤال معانا. طيب تاني سؤال، السوق السعودي او المؤشر العام رايح فين؟ اولا لو شفنا حركه المؤشر خلال الفتره الاخيره فدايما بنلاقيه ان هو بيتداول في نطاقات عرضيه ثم يخترق النطاق العرضي ده ويرجع يكون لنا اتجاه صاعد ثم يدخل في نطاق عرضي جديد، بعد كده يرجع يخترق النطاق العرضي ثم يدخل في نطاق عرضي جديد. ده اللي حصل خلال الفتره الاخيره. لو لاحظنا ان هنلاقي ان السوق او المؤشر العام تداولات الشهر الماضي كلها كان فرنج عرضي ابتدى يخرج منه، وبعد ما خرج منه كان عندنا حركه هابطه كبيره خلال تداولات الاسبوع الماضي، كونت لنا شمع بين بار قويه هبطت عملت ريتست لمنطقه الاعاده ثم ابتدى يحصل صعود مره اخرى. فتوقعاتي بالنسبه للمؤشر العام هو الصعود خلال الفتره القادمه، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل لما نيجي نشرح تداولات المؤشر العام. طيب ثالث نقطه واللي ناس كتير عانت منها بالرغم من السوق يعتبر نوعا ما كويس خلال الشهرين ثلاثه الاخر، لكن بنلاقي ان حد مثلا كان تداولاته كويسه جدا بيحقق ارباح كويسه جدا، لكن جه في سهم واحد او سهم اتنين ضيع كل الارباح اللي هو عملها. فنصيحه صغيره بس، حاول دايما انك تقسم رأس مالك وليكن على 5، وبالتالي انت مثلا رأس مالك وليكن 100,000 ريال، تقسمه على 5 ب 20، يبقى كل جزء منه 20,000 ريال. بعد كده تبتدي تعمل ايه؟ انت هتدخل على السهم ما تدخلش باكتر من 2-3% من الجزء بتاع السهم ده، يعني انت مثلا قسمت على 5 أو 6 أجزاء، فانت بقى متاح انك تخش او تدخل على 5 أو 6 أسهم، تبتدي تدخل بمخاطره 2-3% من كل سهم، فبالتالي انت لو خسرت هتخسر 2-3% من كل 20,000 او من كل خمس من حسابك، فبالتالي في النهايه لو حصل لا قدر الله خساره هتلاقي ان الخساره قليله جدا. في نفس الوقت دايما خلي ارباحك او خلي اهدافك على الاقل ما تدخلش سهم غير لو كان السهم ده هدفه 5 أو 6% من الخمس اللي انت قسمته ده، يعني من الاخر يكون هدفك دايما ضعف منطقه وقف الخساره، فبالتالي انت لما هتكسب سهم في سهم واحد اكنك عوضت 2 وقف خساره، فبالتالي انت بقيت مرتب محفظتك بشكل كويس. دي طريقه بسيطه جدا لتقسيم المحفظه قبل ما نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل بعد كده، لكن بشكل عام تقدر تستخدم الطريقه دي، هتلاقي ان هي بتدي معاك اداء جيد جدا. لو لا قدر الله حققت ارباح وحصل خساره في نوع في وقت ما هتلاقي ان الخساره بسيطه جدا، عكس اللي بيدخل مثلا كل الاسهم بيدخل كل سهم ب 40% و50% فرض من راس ماله وبمخاطره كبيره جدا، فتلاقي ان هو بعد ما اشتغل لمده كبيره جدا ابتدى او جه في سهم واحد وخسر جزء كبير جدا من راس ماله. طيب ده بشكل عام كان النقطه الاولى اللي حابين نتكلم عليها. النقطه الثانيه ان احنا هيحصل عندنا بعض التغيرات في طريقه متابعه السوق السعودي خلال الفتره القادمه. ازاي الكلام ده؟ ان شاء الله احنا خلال الفتره القادمه في نهايه يوم الجمعه او يوم الجمعه الساعه 8 مساء بتوقيت الرياض هيتم اصدار الفيديو التحليل الاسبوعي. طيب الفيديو ده هيتناول على 10 او 15 سهم هيكون اسبوعيا لاهم الفرص الموجوده معانا خلال تداولات الاسبوع. ده هيكون الفيديو الاول اللي هيكون موجود معانا. الفيديو الثاني هيكون يوم الثلاثاء الساعه 8 مساء بتوقيت الرياض، وده هيكون رد على كل الطلبات اللي هتيجي على فيديو التحليل الاسبوعي اللي هيتم نشره يوم الجمعه. يعني باختصار جدا احنا هننشر فيديو يوم الجمعه هيكون فيه وجهه نظرنا الشخصيه بالنسبه للسوق وافضل الاسهم اللي عليه. يوم الثلاثاء الساعه 8 مساء هنبتدي نرد على كل الاسهم اللي جت في التعليقات على الفيديو بتاع يوم الجمعه، هنبتدي نرد عليها ونشوف الاسهم الموجوده فيها
اتجاهاتها المتوقعه بناء على طلبك. فلو حد بعد كده عنده استفسار بخصوص اي اسهم هيقدر يسيبه تحت فيديو التحليل الاسبوعي الموجود يوم الجمعه. لكن يوم الجمعه مش هيكون عندنا رد على طلبات، يوم الجمعه هيكون في اهم الفرص اللي احنا شايفينها من وجهه نظرنا الشخصيه. دايما الردود هتكون موجوده يوم الثلاثاء. الحاجه الثانيه اللي حابين نعلن عنها ان هيكون معانا فيديو اسبوعي كل يوم ثلاثاء ان شاء الله. ايضا هيتم فيه، هيكون بمعنى ادق، فيديو تعليمي هنتكلم فيه عن البورصات بشكل عام من البدايه خالص. الفيديوهات دي للناس اللي ما تعرفش حاجه عن البورصه او اللي ما زالوا مبتدئين في البورصه بشكل عام، هتكون سلسله فيديوهات تعليميه هنبدا فيها بمعنى البورصه، يعني اكتتاب، ازاي بتتكون الشركات، يعني التحليل الفني، التحليل المالي، التحليل النفسي، اساسيات كل انواع التحليلات دي سواء الفني او المالي والنفسي، ونتكلم عن الاساسيات او المبادئ الرئيسيه في كل تحليل، بحيث ان اي حد حابب ان هو يدخل مجال البورصه هيلاقي ان موجود عنده مرجع متكامل يقدر يعرف بيه اساسيات كل اساسيات البورصات بشكل عام، او اساسيات التداول في سوق، في السوق السعودي بشكل عام، لان احنا هنا مركزين على السوق السعودي. النقطه الثانيه ان شاء الله هننتهي من السلسله التعليميه دي في خلال 8 اسابيع باذن الله. بعد الثمان اسابيع دول هنبتدي ندخل في سلسله جديده، هتكون سلسله نوعا ما مختلفه، هنبتدي نتكلم عن التحليل الفني نوعا ما بتقدم شويه او للمحترفين بشكل عام، بعد ما نكون انهينا بعض الاساسيات ان شاء الله. فخلال الفتره الجايه انتظرونا ان شاء الله، هنبتدي نركز اكتر على الفيديوهات التعليميه. احنا عارفين ان احنا كنا مركزين على الفيديوهات التحليل بشكل اكتر خلال الفترة اللي فاتت، وبيطلب مننا فيديوهات تعليمية كتير، لكن ان شاء الله هنبتدي نركز على الجانب التعليمي خلال الفترة الجاية المختص بالاساسيات. فدي النقطة التالتة اللي موجودة معانا في فيديو النهاردة، او اللي حبيت اتكلم عنها قبل بداية التحليل واهم الفرص الموجودة معانا. النقطة الأخيرة طبعا هتكون بخصوص الخدمات اللي بتقدمها الأكاديمية أو أكاديمية بيبرو تريدر. احنا بنقدم خدمة توصيات خاصة لكل متابعي السوق السعودي، بيكون عبارة عن جروب على التليجرام بتلاقي فيه مجموعة من الفرص اليومية أو توصيات يومية بنقط دخول ووقف خسارة وأهداف، ده بيتم نشره على جروب التليجرام الخاص، بالإضافة إلى طبعا الكورسات التعليمية المتقدمة. فلو حد من حضراتكم حابب يشترك في الكورسات دي أو في التوصيات يقدر يتواصل معانا من اللينك الموجود تحت الفيديو ده، وهو لينك التواصل مع الأكاديمية، وهتلاقي حد من فريق عمل او خدمة عملاء الاكاديمية هيرد على حضرتك ويوضح لك التفاصيل بشكل كامل، ويوضح لك نتائج الاشهر الماضية ونتائج الربع الماضي لتوصيات السوق السعودي. طيب ده كان شوية اساسيات كنت حابب اتكلم معاكم فيها. النقطة الاخيرة ان احنا هيكون عندنا فيديو خاص بالاسئلة الغير تحليلية. يعني ايه؟ يعني ان شاء الله يوم الخميس القادم هيتم نشر فيديو خاص بالاسئلة اللي حضراتكم هتكتبوها، لكن الاسئلة دي مش هتكون مختصة بالاسهم، يعني محدش يطلب فيها تحليل سهم كذا. طبعا متاح لحضراتكم انكم تكتبوا الاسهم اللي حضراتكم عاوزين تحليلها خلال الاسبوع ده، وهيتم نشرها يوم الثلاث، لكن الفيديو الثاني هيكون فيديو مختلف. الفيديو ده تقدروا تسالوا فيه اي اسئله تختص بالبورصات بعيدا عن الجانب التحليلي، يعني لو حد حابب يفهم نقطه معينه، مثلا حد حابب يفهم يعني ايه سوق نمو، ايا يكن مجموعه الاسئله دي ان شاء الله هطلع في فيديو ارد عليها خلال يوم الخميس القادم. فسيبوا لنا اسئلتكم تحت الفيديو ده، اتمنى لكم كل التوفيق، ويلا بقى بينا نبدا التحليل الاسبوعي للسوق السعودي وتحليل المؤشر واهم الفرص الموجوده معانا على الاسهم. طيب هنبدا تحليلاتنا بالمؤشر العام للسوق السعودي واللي انهى تداولاته خلال الاسبوع الماضي عند مستوى ال 7426، واللي يعتبر اغلاق ايجابي جدا بالنسبه لتداولات الاسبوع اللي فات. اغلقنا شايفين المنطقه دي بالتحديد، دي كانت الرينج الاخير بالنسبه للسوق السعودي اللي بيتداول فيه، زي ما كنا بنتكلم من شويه على فكره ان هو بياخد رينجات يتداول فيها ثم يخترقها ثم يستكمل صعوده. اللي حصل دي كانت البار اللي كانت ريتست لنفس المنطقه ثم عدنا لصعود مره ثانيه، دي كانت تعتبر مصيده كبيره جدا لكثير من المتداولين، وقع فيها وضربت وقف الخساره لكثير جدا من الاسهم. لكن الشكل الحالي يوضح ان احنا بما اننا قدرنا ان احنا نخترق المنطقه الحاليه، فاحنا ما زال عندنا اهداف نموذج المثلث الصاعد اللي تم اختراقه، واللي هو كان يعتبر مناطق الاكيوميشن الرئيسيه بعد الهبوط الكبير اللي تم نتيجه لفيروس كورونا. ابتدينا نشهد صعود، ما زال عندنا اهداف كبيره، لكن اعتقد ان الاهداف القادمه بالنسبه للمؤشر العام هتكون مستويات ال 7566 ثم منطقه العرض الممتده حتى مستويات ال 8019. اذا احنا ان شاء الله متوقع عندنا استكمال الصعود بالنسبه للمؤشر العام خلال الفتره الجايه، وان شاء الله تكون تداولات موفقه. ده بالنسبه للمؤشر العام. عندنا بعد كده من ضمن الاسهم اللي موجوده معانا سهم ارامكو. سهم ارامكو برضو من الاسهم اللي شهدت تذبذب قوي جدا خلال الفتره الاخيره، شفنا نوعا ما انخفاض في احجام التداول، ما زال عندنا بيتداول في اتجاه صاعد، ابتدينا ناخد رينج عرضي او نموذج مستطيل الحد السفلي للنموذج
متمركز حول مستويات ال 32. اعتقد ان احنا هنشوف صعود الفتره اللي جايه حتى مستويات ال 33 88، ده بالنسبه للناس اللي بتسال على سهم ارامكو. لكن في الوقت الحالي مش شايف سهم ارامكو الفرصه عليه جيده، او عندنا فرص كتير تعتبر افضل منه في الوقت الحالي. نروح بعد كده لسهم تكوين، واللي برضه ناس كتير بتسال عليه خلال الفتره الاخيره. سهم تكوين شهد هبوط عنيف جدا، عنده منطقه هامه جدا حول مستويات ال 7.57. اعتقد ان هو هيستكمل هبوطه خلال الفتره القادمه لحين وصول للمنطقه دي، وبعدها يكون عندنا فرصه لتكوين مراكز شرائيه ممتازه على سهم تكوين لاستهداف مستوى ال 8.87. المنطقه ال 7.57 تعتبر منطقه فليب زون ممتازه بالنسبه للسهم، متوقع ان هو يستكمل صعوده منها خلال الفتره اللي جايه. بعد كده عندنا سهم معادن، واللي بيتداول في نموذج مثلث متماثل، حصل فيك بريك اوت للحد السفلي لنموذج المثلث، فبالتالي عندنا فرصه جيده للوصول للحد العلوي للنموذج حول مستويات هتكون تقريبا مستويات 37.22. بعد كده عندنا اهداف هتمتد لمستوى ال 41. فبالنسبه لسهم معادن فانا شايف ان هي فرصه ممتازه لبدايه تكوين مراكز شرائيه من المستويات دي. نوعا ما وقف الخساره هيكون كبير، هيكون اسفل القاع المتواجد عند مستوى 34.37، لكن هتكون فرصه جيده هتستمر لمده طويله، ففرصه جيده على سهم تكوين ان شاء الله خلال تداولات الفتره القادمه. بعد كده عندنا سهم كيمانول، اللي نفس الفكره بيعمل ريتست لمنطقه الفليب زون او لمنطقه العرض اللي تم اختراقها حول مستويات ال 7.50. فبرضه هننتظر عليه نفس فكره سهم تكوين، مش للدخول المباشر زي سهم معادن. سهم كيمانول هننتظر عليه استكمال هبوط حول مستويات ال 7.57، وبعد كده نبتدي نكون مراكز شرائيه ان شاء الله. استهدافاتنا هتكون مستوى ال 8.46، هتكون مستويات ممتازه جدا كاهداف. وقف الخساره هيكون اسفل مستوى ال 7.30 ان شاء الله بالنسبه لسهم كيمانول. الجبس ناس كتير بتسال عليه، لكن مش شايف عليه اي فرص في الوقت الحالي. سهم الزامل قدر ان هو يخترق لنا مناطق الاكيوميليشن زي ما شايفين في الفتره الاخيره، ارتكز عليها، عمل ريتست المنطقه، بيتداول في ترند او في عمليه مارك اب خلال الفتره الاخيره، ففرصه جيده للشراء لاستهداف مستوى 19.08 من مستويات ال 16.80. وقف الخساره لينا هيكون مستويات ال 16.45 ان شاء الله، ففرصه جيده للدخول مباشر مع بدايه تداولات الاسبوع الحالي على سهم الزامل. بعد كده عندنا كيان للاسف بعد ما كان اتحرك معانا بشكل ممتاز جدا ووصلنا لمستوى ال 8.63، رجع تاني ووصل لمناطق الدخول بتاعتنا اللي ممتده بين مستوى ال 8.18 حتى مستوى ال 8.33، فبالتالي فرصه جيده بالنسبه لسهم كيان خلال الفتره اللي جايه، او برضو مع بدايه تداولات الاسبوع للي ما لحقش يدخل معانا الفرصه من بدايتها. احنا حاليا رجعنا لمناطق الدخول مره اخرى، وبالتالي بيتكون لنا فرصه جديده على سهم كيان خلال تداولات الفتره الحاليه نقدر نستغلها بشكل كويس ان شاء الله، ونبتدي ندخل من المستويات الحاليه. عندنا اسمنت السعوديه، ونفس الفكره عندنا فرصه ممتازه جدا على سهم اسمنت السعوديه خلال الفتره الاخيره زي ما شايفين، بعد عمليه مارك داون قويه جدا ابتدينا ندخل في اكيوميليشن من مستويات ال 41 حتى مستويات ال 50، فبالتالي احنا عندنا الفتره الجايه اهداف صاعده ممتازه جدا بالنسبه لاسمنت السعوديه، هتكون على الاقل قد مناطق الاكيوميشن، فبالتالي ده هيودينا لمستويات ال 67.17 كهدف اخير بالنسبه للسهم، متوافق مع مناطق العرض الممتده بين ال 66 حتى مستويات ال 68. لكن بشكل عام دخولنا من المستويات الحاليه هيكون من مستويات ال 54.40 مع بدايه تداولات الاسبوع الحالي. استهدافاتنا هتكون مستوى ال 58.82، ده بالنسبه للسهم اسمنت السعوديه. عندنا جرير وفرصه لاستكمال الصعود من المستويات الحاليه زي ما شايفين، طبعا ما عندناش اي فرص للدخول مباشر على جرير، فسهم جرير ده اللي متواجد في السهم فقط، اللي متواجد في السهم يقدر يكمل في السهم حتى مستويات ال 160 ان شاء الله خلال الفتره الجايه، ما زال متوقع عليه استكمال الصعود، وما زال متوقع عليه سيناريو ايجابي. لكن انا بقول ان ما حدش يبتدي يدخل من المستويات الحاليه، لان وقف الخساره هيكون كبير جدا، هيكون اسفل مستويات الطلب، فبالتالي هيكون حول مستويات ال 42 تقريبا، فبالتالي فرصه صعبه للدخول من المستويات الحالية. عندنا فرص تانية افضل منها زي اسمنت السعودية وكيان كمان من ضمن الفرص الموجودة معنا خلال تداولات الاسبوع الحالي، واللي قريب جدا من سهم اسمنت السعودية لو تتذكروا سهم اميان تيت، اللي قدر ان هو ينهي مناطق الاكيوميليشن الاخيرة، بيتداول حول مستوى 11.30، لكن للاسف اغلاقه كان سلبي اسفل مستوى 11.35، ودي مناطق دي الحد العلوي لمناطق الاكيوميليشن بتاعتنا، فبالتالي هننتظر ان هو مع بداية الاسبوع يستعيد تداولاته اعلى مستوى 11.35، وقتها تكون فرصة ممتازة لاستهداف مستويات ال 14.12 ان شاء الله خلال تداولات الفترة القادمة، ده بالنسبة لأميان تيت. عندنا ساكو وانتظار لاختراق مناطق الرينج العرضي المتمركزة حول مستويات
ال 42.81 حتى وصلت 46.48. هننتظر اختراق ال 46.48 ثم بعد كده نبتدي نقوم مراكز شرائيه ان شاء الله لاستهداف مستويات ال 50.53. ففرصه ممتازه جدا على سهم اميان تيت للدخول من المستويات الحاليه ان شاء الله نقدر نستفيد منها بشكل كويس. جزاكو ما حاليا قدر ان هو يرتكز اعلى اخر قمه لي. عامة سهم جزاكو بيتداول في اشكال ممتازه خلال الفتره الاخيره، قدر ان هو يخترق المناطق العرضيه، قدر ان هو يخترق القمه المتمركزه حول مستوى ال 12.83، بنتداول عندها مع تداولات الاسبوع. لو تم اغلاق جلسه يوم الاحد اعلى مستويات ال 12.83 هتكون فرصه جيده جدا بالنسبه لي لاستهداف مستويات ال 14.50 ان شاء الله لاستكمال عمليه المارك اب اللي بيتداول فيها السهم منذ فتره طويله. فهيكون للمتابعه معانا بشكل قوي خلال الفتره الجايه لبدايه تكوين مراكز شرائيه. عندنا سهم ساب، هنتظر شويه على سهم ساب لحين تأكيد الصعود إن شاء الله خلال الفترة الجاية. تأكيد الصعود بالنسبة لي هيكون بإغلاق شمعة التداول أو جلسة التداول أعلى القمة الموجودة عند مستوى ال 25.09. لو تم إغلاق جلسة التداول أعلى المستويات دي هتكون فرصة ممتازة لبداية تكوين مراكز شرائية جديدة لاستهداف مستويات ال 29. فسهم ساب مش للدخول المباشر. احنا عامة الاسهم اللي بنتكلم عليها كلها اليوم عليها فرص ممتازة سواء للدخول المباشر بالمستويات الحالية او ان هي اقتربت جدا من مستويات الدخول بتاعتها. كمان عندنا سهم الرقحي واللي بيجي عليه اسئله كتير جدا. سهم الرقحي في الوقت الحالي انا اعتقد ان هو هيستكمل اتجاه صعد من المستويات الحاليه. استهدافاتنا ان شاء الله مستوى 59.95، كمان يفضل انتظار لو ان هو قدر ان هو يصحح مره اخرى بالقرب من مناطق الطلب الممتده بين 56 حتى 56.23 حتى مستويات 56.67، هتكون فرصه ممتازه جدا لاستهداف مستويات 59.95. فنتابع سهم الرقحي خلال الفتره القادمه ان شاء الله، ممكن كمان الدخول من المستويات الحاليه لكن نحتفظ بوقف خساره حول مستويات ال 56.30 ان شاء الله. بنك البلاد وتداولات ممتازه جدا، عندنا فرصه للدخول المباشر وليست الانتظار. هندخل من المستويات الحاليه، استهدافاتنا هتكون مستوى 24.97 من المستويات الحاليه ان شاء الله. ففرصه جيده جدا على سهم البلاد للدخول مع بدايه تداولات الاسبوع الحالي. اخر سهم معانا وهو مصر في الاماء. الناس مصممه بشكل كبير جدا ان هي تسالني على مصر في الاماء دايما بالرغم من تداولاته في نطاق عرضي ضيق جدا خلال الفتره الاخيره. يعني مصر في الاماء تداولاته كلها الفتره الاخيره امتدت من مستويات ال 14 ومستويات ال 15. عامة بشكل عام احنا حاليا بنتداول عند الحد السفلي للرينج العرضي حول مستويات ال 14.60، فبالتالي اعتقد ان احنا الفترة الجاية هنستهدف مستويات ال 14.94 مش اكتر من كده. ما نجازفش في مصر في الاماء وندخل باحجام تداول كبيرة، لا يجب ان احنا نكون حذرين جدا في التداول على مصر في الاماء. وقف الخسارة لينا بالنسبة للسهم ان شاء الله خلال تداولات الفترة القادمة هيكون اسفل مستويات ال 14.50، يعتبر وقف خسارة قليل جدا، اهدافنا تعتبر كويسة. وده كان اخر سهم معانا. كده احنا حللنا مع بعض المؤشر العام، ارامكو، تكوين، معادن، كيمانول، الجبس، الزامل، كيان، اسمنت السعوديه، جرير، اميان تيت، ساكو، جازاكو، ساب، الرقحي، البلاد، مصر في الاماء. افكركم ان شاء الله ان احنا خلال يوم الثلاثاء القادم زي ما اتفقنا هيكون معانا فيديو جديد هنرد فيه على الطلبات اللي هتيجي على الفيديو ده. فلو حد عنده استفسار بخصوص سهم معين يقدر يسيبه في كومنت تحت الفيديو ده. وزي ما قلنا يوم الخميس هيكون عندنا فيديو رد على الاسئله الغير مختصه بالتحليل الفني. لو حد عنده استفسار بخصوص سوق المال السعودي او بخصوص اسواق المال بشكل عام يقدر يسيبها في كومنت تحت الفيديو ده وان شاء الله هيتم الرد عليها على حضراتكم. اتمنى لكم كل التوفيق، عيد اضحى مبارك وعيد اضحى سعيد عليكم جميعا. كان معكم احمد اسامه من اكاديميه بيبرو تريدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.